مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من ترندز، حلقة جديدة وجولة جديدة جوه عالم السوشيال ميديا عشان نقول لكم أكتر عن كل الجديد. وكالعادة هنبدأ حلقتنا بفقرة ترندز أوف ذا ويك. يمكن أول وأهم ترند عندنا النهاردة كان فوز منتخبنا المصري على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في الماتش اللي تألق فيه بشدة كل لاعبي منتخب مصر، وقدموا مباراة قوية جدا أثبتوا فيها إن هم فعلا فريق قوي ويستحق إنه يفوز بالبطولة، واللي خلاص قربت جدا من نهايتها. منتخب مصر هيكون عنده ماتش بكرة الخميس الساعة 9 مساء مع منتخب الكاميرون، الفريق المنظم للبطولة وصاحب كمان الأرض، وإن شاء الله نقدر نفوز ونوصل للنهائي. يمكن كل الناس على السوشيال ميديا قلقانين من الماتش ده عشان حاجة غريبة جدا، وهي تحيز الحكام جدا لمنتخب الكاميرون والحاجات الغريبة اللي بتحصل في كل المباريات اللي بيلعبها الكاميرون، بس برضو احنا ما يهمناش كل ده، وان شاء الله هنفوز بالماتش ونوصل للنهائي ونرجع بالبطولة. من الصور اللي كانت ترند على السوشيال ميديا كان صورة محمد صلاح وهو قاعد جنب اللاعب فريق المغرب أشرف حكيمي بعد المباراة بيوسيه على النتيجة اللي انتهت عليها المباراة وخروجه من البطولة، وطبعا الصورة دي كان فيها كمية روح رياضية مش طبيعية وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير جدا. وبمناسبة بقى الكلام عن محمد صلاح، خلوني أقول لكم أنه نادي تشيلسي الإنجليزي وهو أول نادي يلعب ليه محمد صلاح في إنجلترا، في صحف إنجليزية كتير قالوا انه بيستعد دلوقتي انه يقدم عرض كبير جدا لمحمد صلاح عشان يقنع اللاعب انه ينضم لصفوفه مره ثانيه، وخصوصا انه واضح جدا ان مفاوضات تجديد عقد صلاح مع النادي الحالي انها مش ماشيه كويس قوي. والصحف الانجليزيه كمان بتقول ان العرض ده هيخلي محمد صلاح صاحب اعلى اجر في الدوري الانجليزي كله. الاسبوع اللي فات كان اسبوع مليان بالاحداث الفنيه والكاميرا ترانس كانت موجوده فيها زي ما عودناكم، واول حاجه كانت افتتاح مهرجان جمعيه الفيلم في دورته ال 47 وال 48 واللي اقيمت في مركز الابداع بدار الاوبرا المصريه. المهرجان مستمر فعالياته لمده اسبوع وفي كتير من الندوات للافلام المشاركه في المهرجان، وكاميرا ترانس كانت موجوده في الافتتاح وعملت لقاءات مع عدد كبير من ضيوف المهرجان والقائمين كمان عليه زي حسين فهمي ضيف شرف المهرجان وبشرى عضو لجنة التحكيم وغيرهم من صناع الأفلام. اولا سعيد جدا ان انا موجود مع زملائي من الجمعيه، انا كرموني قبل كده وبتكرم تاني، وانا يعني سعيد بهذا التكريم وسعيد بانهم مهتمين بالسينما زي ما كنا، احنا كنا طلبه كلنا في اكاديميه الفنون معهد السينما، قد ايه حبينا السينما كلنا وقد ايه كنا بنسعى جميعا ان احنا نشوف الافلام، اساتذتنا الكبار اللي علمونا السينما، يعني هي ذكريات جميله جدا لان احنا كلنا متخرجين معهد السينما. بحاول دايما اناقي افلام جيده دايما طول عمري، الحقيقه كان طول عمر النشاط الفني بتاعي والسينمائي كان كده، دايما بناقي افلام مهمه، الكاهن مهم جدا، الملحد مهم جدا، بيتكلم على موضوع في غايه الاهميه، ف ده اللي بدور عليه يعني. بنطرح الافلام اللي تم عرضها في دور العرض، الناس اوريدي اللي شافها شافها، اللي ما شافهاش قرا عنها، احنا جمهور مثقفين والنقاد والسينمائيين يعني عارفين الافلام وعارفين مستوى اي فيلم، فبنطرحها في استماره يختاروا احسن 7 افلام. ال7 افلام اللي ضمينا ليهم السنه اللي فاتت والسنه دي افلام المنصه. فال7 افلام دول كل فيلم مخرجه بياخد شهاده ان هو ضمن احسن 7 افلام اتعرضت العام السابق. شرف لاي مخرج انه يتم اختيار فيلمه كواحد من اهم افلام العام اللي بتشارك في فعاليات مهرجان جمعيه الفيلم. اعتقد ان انا اولا كنت سعيد جدا لما اتبلغت بالخبر ده، و بجد هي احدى الجمعيات القليله اللي لسه واقفه وصامده واحدى اعراق الجمعيات السينمائيه في مصر اللي بتمارس نشاط فعلي بتحاول يبقى ليها تواجد. الجمعيات دي هي حائط الصد بيننا كسينمائيين وبين تحويل السينما الماده للترفيه السريع، الظاهره اللي حصل عليها جدليه خلال 3 4 سنين اللي فاتوا، اعتقد ان احنا محتاجين لمزيد من هذه الجمعيات طبعا يعني. الحقيقه انا سعيده قوي وفخوره ان انا يعني اليوم اللي يتم انتقائي فيه انضم لجنه تحكيم جمعيه الفيلم، ابقى بحكم على سنتين مش سنه واحده بس، وهي سنه 2020 وافلام 2021. طبعا عاجبني النظره المستنيره ان احنا ننضم للجان التحكيم ويبقى في رؤيه مختلفه وشبابيه وواقعيه اكتر موجوده في هذه اللجان. مهرجان جمعيه الفيلم ده مهرجان تاريخي، مهرجان كبير، عمل دورات كتير جدا،
بيتكرم افلام محترمه كتير ونجوم كبار، فحاجه كويسه جدا ليا ان فيلم صاحب المقام يبقى بيتكرم منه بناء على راي الجمهور. دي حاجه تسعدني وتشرفني. انا شرفني ان انا اشترك في مهرجان جمعيه الفيلم، بصراحه من احلى المهرجانات. انا بحب هذا المهرجان من زمان، من اول فيلم كباريه كده من والفرح والحاجات دي، يعني من 2007 وانا في مهرجان ده بحبه جدا جدا. ولسه مكملين معاكم في الاحداث الفنيه، وكاميرا ترانس كانت موجوده برضو الاسبوع اللي فات في العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل لخالد الصاوي وهنادي مهنا ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر. فيلم تماسيح النيل بتدور احداثه جوه مركب نيلي بين الاقصر واسوان، وبتدخل عصابه جوه المركب وبتبقى عاوزه تسرق بعض الركاب على المركب، والفيلم من اخراج سامح عبد العزيز. الاستاذ سامح عبد العزيز يا جماعه اللي انا بشكره من دلوقتي على كباريه وعلى الفرح وعلى تماسيح النيل وعلى اي شغل هنعمله تاني مع بعض. زمان انا كان ممكن كل فيلم اشتغل فيه اترجمه لك الرساله واقولها، دلوقتي حسيت ان الرسائل الكبيره مش هي اللي بتوصل، تصور اللي بيوصل هو الرسائل اللي بين السطور. البطوله الجماعيه دي شيء انا بدعو له طول عمري طول عمري. انا كنت في المسرح في كليه الحقوق رئيس فريق المسرح، كنت اللي كتبته واخرجته للمسرح. كل الفرق النهارده اللي بتقدمه بتقدم المسرحيات اللي مكتوبه كلها هتقدمها علشان هي مسرحيات جماعيه. اشتغلت على مشروع المسرح الحر والسينما المستقل، وبالذات على فرقه الحركه المسرحيه اللي كانت بطولاتها كلها جماعيه وكنت بخرجها وبكتب معظمها وبمثل فيها برضو. كلها خدت منها فرص مهمة جدا جدا، ومع ذلك كانت بطولات جماعية. ولما بدأنا في البطولات التلفزيونية والنجومية السينمائية والتلفزيونية وبتاع، كان بيبقى دايما عيني ورهاني على ان انا ممكن ابقى حتى لو انا البطل الاول او التاني او لو في بطولة جماعية بنبقى كلنا ناجحين. لما بتبقى لوحدك او واحد لوحده وناس كلها بتخدم عليه، صدقني ما بتبقاش زي البطوله الجماعيه. تماسيح النيل فيلم رحله، وافلام الرحله من الافلام اللطيفه جدا الناس بتحبها، وجو لذيذ. مجموعه قررت تطلع رحله وبيحصل بقى احداث عظيمه جدا في الرحله. بعمل دور محامي جوز اخت خالد الصاوي، بنتآمر انا ومحمد ثروت عديله يعني على فلوس. الفيلم لايت كوميدي لطيف، هو مواقف حلوه اصلا وحدوتته حلوه، فيا رب ان شاء الله يبقى فيلم كويس فيه افيهات حلوه ان شاء الله يا رب. ما هنشوف بقى في الفيلم. تماسيح النيل فيلم كوميدي لذيذ، خش اتفرج عليه. طب بس دوري طالعه بنت استاذ خالد الصاوي، وبنسافر بقى عشان في رحله ترفيهيه، وبيحصل بقى كذا موقف هناك على المركب بيدور منه احداث الفيلم. هقول لهم مبروك ويا رب الفيلم يعجبكم ويعجب الجمهور، وان شاء الله يحقق اعلى ايرادات ودايما كده في تقدم ان شاء الله. ومن الأخبار اللي أثارت جدل كبير عالمياً خلال الأيام اللي فاتت هو ظهور فيروس جديد في الصين. منظمة الصحة العالمية قالت عنه أنه المتحور الأشرس من كورونا، خصوصاً أن الفيروس ده بيتنقل للبشر برضو عن طريق الخفافيش. الفيروس الجديد ده تم تسميته نيو كوفيد، ومنظمة الصحة العالمية بتحذر منه بشدة، وده لأنها خايفة أنه يتسبب في معدل وفيات كبيرة جداً. وقالت المنظمة أن العلماء حالياً بيقوموا بدراسة الفيروس الجديد في الخفافيش عشان يتأكدوا هل هو فيروس جديد ولا واحد من متحورات فيروس كورونا اللي بقى فيه منها دلوقتي مئات التحورات. طيب سريعا كده خلوني اقول لكم شويه معلومات عن الفيروس ده، لان لما عملوا الفحوصات الاوليه عليه اكتشفوا ان في جين من الجينات المتشابهه مع فيروس الالتهاب التنفسي للشرق الاوسط، واللي بيتسمى بفيروس سارس، وده اللي ظهر سنه 2012. لحد دلوقتي الفيروس ده موجود في الخفافيش بس، لكن منظمة الصحة العالمية بتقول انه بيحصل فيه طفرات جينية ممكن جدا انها تخليه يتنقل للبشر قريب، وهم كمان متوقعين ده. وقالوا ان اول ظهور ليه كان في جنوب افريقيا، لكن تم رصد حالات كتيرة جدا منه في الصين خلال الايام اللي فاتت. وقالوا كمان ان خطورة الفيروس ده انه سهل جدا يصيب الخلايا البشرية، عشان كده متوقعين ان انتقاله للبشر يكون بسهولة. والاهم من كده ان هم كمان متوقعين انه يسبب حالة وفاة واحدة من ضمن 3 مصابين. طبعا ربنا يسترها علينا جميعا، ويا رب بجد نحافظ كلنا على كل الإجراءات الاحترازية لحد ما ربنا يزيل عننا الأمراض والأوبئة دي. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week.
ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره سكوب، وهنتكلم معاكم النهارده في موضوع مهم جدا وبيهم ناس كتير قوي، خصوصا الامهات. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو مشكله بيعاني منها اهالي كتير جدا بسبب تعلق الاطفال الشديد بالموبايل وكمان السوشيال ميديا. الحقيقه القصه دي بقت مشكله صعبه، لاننا بنشوف بعض الاهل بيضطروا ان هم يسيبوا الموبايل لاولادهم وقت طويل، ونتيجه ده بتكون طبعا سيئه، خصوصا ان كتير من الابحاث اللي اتعملت في الموضوع ده قالت ان لما بتسيب الموبايل للطفل وهو في سن صغير ده بيأثر على النمو العقلي للطفل، ممكن يكون واحد من اسباب اصابه الطفل بالتوحد اللي هو الاوتيزم او تاخر النطق. والموضوع ده كان فيه كلام كتير جدا طبعا. الفكره هنا مش بتقف بس عند المشاكل او الامراض اللي ممكن يتسبب فيها الموبايل للطفل، ولكن كمان في المحتوى اللي ممكن يشوفه او يتعرف عليه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه وهو لسه في سن صغير. ولان زي ما قلت لكم من شويه في تفاصيل كتير في الموضوع ده، هيكون معانا دلوقتي على زوم دكتوره سهام حسن. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ريان، واهلا بكل المشاهدين. عامله ايه يا دكتور؟ كويسه الحمد لله. دكتور، اول سؤال كل الامهات بتسال عليه، امتى ادي لابني اساسا موبايل؟ طيب لو هنمشيها بكلام النظريات والابحاث والدراسات اللي احنا دايما احنا كاهل تخصص بنبقى يعني خلاص ده المرجع بتاعنا، والطبيعي ان الدراسات دي بتكون قامت على عينات كتير وعلى ملاحظه الاضرار والحاجات اللي اتلمست، فبالتالي انا حددت عمر معين مناسب للطفل ان هو يتعرض فيه قدام الشاشه. أوكي. فأول حاجة قبل الثلاث سنين ممنوع تماما تعرض الطفل لأي شاشة إلكترونية، سواء موبايل أو تلفزيون أو لابتوب، أيا كان الشاشة نوعها إيه. فوق الثلاث سنين، من أول الثلاث سنين لحد سن الثمان سنين مسموح لتعرض الطفل بساعة واحدة متقسمة طول اليوم على أربع مرات مثلا وليكن، أو مرتين كل مرة نص ساعة. طيب يعني ممكن نقول إحنا أربع ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة على مدار اليوم، كل مرة نص ساعة، صح يا دكتور؟ يعني ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة على مدار اليوم. بالظبط، لأن أكتر حاجة هي مجهدة للذهن وبتعمل تأثير كبير جدا على العمليات المعرفية لمخ الطفل هي طول تعرض الطفل للفترة اللي هيشوف فيها ضوء، أو حتى الحاجات اللي بتأثر على الكلام أو مناطق التركيز والانتباه اللي بدورها كمان بتأثر لي على الذاكرة عند الطفل. فبالتالي أنا مش محتاجة إن أنا أخلي الوقت كامل قدام الشاشة فيحصل اجهاد ذهني شديد فيبدا ياثر على الطفل، فانا محتاجه ان انا اخد الوقت ده مقسم زي ما قلت لك، كل مره ربع ساعه، لو هو بيتفرج على موفي او حاجه طويله شويه ممكن يبقى مرتين كل مره نص ساعه. اوكي، طيب يا دكتور الام لو مش عارفه تتحكم في الطفل بيقعد يعيط كتير عشان ياخد الموبايل تعمل ايه؟ بصي انا دايما بقول يا ريهام حاجه مهمه جدا، بقول احنا اتربينا ازاي؟ احنا ما كانش عندنا تلفزيون ولا كان عندنا موبايل، ولو كان التلفزيون كان موجود كان الوقت بتاعنا اللي هو بيبقى مثلا عالم الكرتون الصبح، وطول اليوم احنا مشغولين في انشطه او بنساعد ماما في البيت. صح. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها انا مش عارفه اتحكم في ابني، لان انا المفروض انا الاساس في وضع القواعد جوه البيت وفي الحزم، فالدور التربوي هو القائم مش دور ابني في فرض الحاجات اللي المفروض عايز يعملها عليا. طيب في ناس بتقول ان الموبايل او التابلت مع ابني بس عشان هو بيلعب جيمز، هل ده عادي؟ لا طبعا، انا دايما بقول ان في خدعه كبيره قوي الامهات والاباء واقفين فيها للاسف، مش بس الجيمز يا ريهام، لا ده بتلاقيه بيقول لك ايه، طب ما هو انا بنزل برامج تعليميه يقدر ان هو يتعلم منها، فانا سايب له التابلت بدل ما انا ما عنديش وقت اعلمه فهو التابلت بيعلمه. تاني، اولا في عندي حاجتين بيأثروا على الطفل، اول حاجه المحتوى اللي هو ممكن يكون مثلا مش مفيد زي الجيمز، وتاني حاجه التأثير زي ما قلت لك بطول تعرض الطفل للشاشات الإلكترونية، فأنا بالتالي أنا واقع في خطرين، الخطر الأولاني ممكن يكون مش محتوى مفيد، ولو مفيد هو بيأثر بطول تعرض الطفل للشاشة الإلكترونية، فأنا في غنى عن ده، أنا ممكن أخلي المواد التعليمية أو مثلا حتى الجيمز هي في الوقت اللي هو لمدة ربع ساعة، ولازم أفلتر الجيمز اللي بيلعبها ابني أو حتى الفيديوز اللي بيتفرج عليها سواء على اليوتيوب أو على أي حاجة للسوشيال ميديا. أنا لازم بدوري أنا كبابا أو ماما ان انا اعمل حجب لكل المواقع اللي لا قدر الله ممكن ابني يتعرض ليها فتعمل لي خلل في السلوكيات، لان انت مش بس بتاثري على العمليات المعرفيه، لا كمان بيأثر على السلوكيات، اكتسب العنف واكتسب لا قدر الله
الايحاءات او السلوكيات او الانحرافات الجنسيه حاجات كتيره قوي طبعا. اكتساب كمان الالفاظ والشتايم لانها بحطه في محتوى اكبر من سنه، ان الطفل يحب ان هو يعمل مقالب والحاجات على حسب طبعا انا سايباه قدام اي محتوى، فبالتالي انا في غنى عن كل ده، انا بعمل فلتره وبتفق معاه ايه اللي متاح وايه اللي مناسب وايه اللي مش مناسب. طيب طبعا انت عارفه انه بسبب موضوع الكورونا بقى فيه دلوقتي اونلاين ليرنينج، والاطفال معظمهم بقوا يذاكروا او بيحضروا المدرسه من البيت عن على اللابتوب او الايباد. فدلوقتي احنا بنسيب الايبادز مع اولادنا فتره طويله جدا، فهم بالتالي بيبقوا ملمين قوي بالموضوع في سن بدري جدا، هل ده خطر برضو؟ بصي خلينا نبقى متفقين ان احنا المدرسين اللي بيدوا الدروس او حاليا وقت الكورونا كنا بنقعد فترات طويله، دلوقتي لا لان الموضوع بقى اقل شويه، الاولاد بداوا يرجعوا تاني للدراسه في المدارس عادي، في ايام مثلا معينه فيها الاونلاين وفي ايام تانيه الاطفال بتنزل المدرسه، فده بيخفف لي من العبء، زائد ان المدرسه حتى وقت الكلاسز اللي كانت بتتحضر اونلاين كان المدرسين بيدوا فواصل بريك في النص، والمطلوب من حضرتك كأب وأم إن أنت بتكون في المحيط بتاع ابنك، لأن إحنا كنا بنشوف يا ريهام مشاهد وكانوا للأسف بيسجلوها فيديو كده إن الطفل مشغل الكلاس ومثلا خلاص عامل من مايس تحت كده وشغل هو فيلم كرتون، مفيش رقابة، ما هو أنا مفيش رقابة، أنا اسمي بحضر الكلاس بس أنا مش موجود، فأنا بقوم بدوري إن أنا كل ما أنا موجود في محيط الطفل، أنا بسمع هو بيتفرج على إيه أو هو بيتابع إيه، أو أنا حتى قاعد جنبه إن هو مثلا برشده إن هو يكتب ورا المثل تشرح مثلا حاجة معينة، دور المدرسين كمان في إن أنا ألفت انتباه وأجذب انتباه كل الأطفال اللي قاعدة بتحضر معايا عشان ما فيش حد منهم يزهق أو يمل أو ممكن ينام، فبالتالي المدرسين كانوا بيحطوا فواصل، ودي أهم حاجة عندي لأن أنا قلت لك الخطر في طول تعرض الطفل للشاشة، سواء حتى الخطر ده ممكن يأثر عليه عضويا اللي ممكن يجهد العين، فبتلاقي ان في اطفال لا قدر الله ممكن يحصل لها ضعف في البصر او اجهاد في العصب البصري، لان كل ده ضوء، انت لو قعدتي شويه تمسكي الموبايل بتلاقي نفسك ان انت عينك بدات تنيع، يحصل فيها حرقان او ان انت تصدعي، فما بالك بقى ده طفل، فاكيد الخطر او الضرر هيكون مضاعف على ابنك. طيب دكتور للسن الاكبر شويه، بيجي الطفل بتكون الام عامله اللي عليها وزياده ومتمسكه لسه بمبادئها انها مش هتدي الموبايل في سن صغير، وبعدين بعد كده بيلاقي لما بيروح فصله ان الاطفال كلهم معاهم موبايلات، فبيبتدي يقارن وبيبتدي يرجع لمامته يقول لها طب ما الفصل كله معاه الموبايل اشمعنى انا اللي ما عنديش، يعني كلهم غلط وانا الوحيد اللي صح، نعمل ايه في الموضوع ده؟ طيب ده عليه عامل من حاجتين، عامل المدرسه اللي بتسمح بدخول الموبايل جوه المدرسه وده خطا كبير جدا، وحتى لو الاطفال او الامهات اللي بتقول ما انا عايزه اطمن على ابني، حضرتك اطمني لانه جوه المدرسه ولو في اي حاجه حصلت لا قدر الله المدرسه هي اللي هتبلغك، احنا معانا رقم ماما، انت مش محتاج تجيب الموبايل، انا مش محتاجه الموبايل مع الطفل اللي هو برضه هنقول اللي هو فوق الثمان سنين، لان هو ده الوقت اللي هم بيخرجوا فيه مثلا هيروحوا البورس بيعتمد على نفسه في ان هو مثلا رايح يشتري حاجات طلبات ولا حاجه، في الوقت ده انا هسمح بوجود الموبايل، والموبايل لو هو رايح بيه درس. دكتور انا بسال حضرتك على المقارنه بالاطفال التانيين، لو هو معاه موبايل وهم خارجين كلهم مع بعض حتى بعد بره المدرسه، يعني هو دلوقتي رايحين حاجه اسمها بري ديت مثلا كلهم متجمعين الاطفال ومعاهم موبايل، فالطفل اللي مش معاه الموبايل بيرجع لمامته ويقول لها انا الوحيد اللي معيش الموبايل ده، نعمل ايه؟ طيب الامهات يعني ماشي عشان برضو قانوني اهو المفروض الموبايل هيكون مع الطفل اللي عنده 10 سنين فما فوق، يعني الموبايل يكون معاه متوصل عليه انترنت، قبل السن ده مش محتاج، انا ممكن اعتمد على الموبايل الصغير لان انا هطمن عليه مثلا طالع رحله بيحضر درس راح مثلا في مكان، بخلاف كده لا. طيب انا برضو عند العشر سنين واكبر من كده ابني عايز موبايل زي اللي في ايده صحابه، انا متفقه معاه على الابلكيشنز اللي هينزلها على الموبايل، والسوشيال ميديا ليها ضوابط وقواعد، وحتى الوقت مش هيكون مفتوح لان السن ده زي ما اتفقنا هو ليه ساعتين، ممنوع يا حبيب قلبي بخلاف مثلا اي حاجه غير مثلا الفيسبوك تويتر الحاجات دي كلها ان انت تصور نفسك او ان انت تتكلم مع حد غريب او حد يتواصل معك ويقول لك ابعت لي الصور، او ان انت تصور خصوصيه البيت او تتواصل مع حد وتقول له عنوانك او اسم مدرستك، فانا بديله الموبايل في ايده بس بقول قواعد 1 2 3 لو اخليت بيها الموبايل هيتسحب من ايدك.
بشكر حضرتك جدا يا دكتور سهام، ويا رب كل الامهات يكونوا استفادوا بالمداخله دي. يا رب. شكرا. وبكده تكون خلصت فقره تلسكوب. هنروح لفاصل وهنرجع مره ثانيه. ودلوقتي جه معدنا مع اخر فقراتنا. دايما اول ما بنسمع كلمه التيك توك نربط الموضوع على طول بالهزار والضحك، مع ان في ناس كتير جدا اهتموا ان هم يعملوا محتوى مفيد وينفعنا في حياتنا، زي طبعا المعلومات العامه، التنميه البشريه، ونصايح عشان تزود ثقتنا بنفسنا، وغيرها من الموضوعات اللي بتحسن مننا وعلاقتنا كمان بالناس. ضيفنا اللي منورنا النهارده عنده حوالي اكتر من 500,000 فولور على تيك توك، وهو مسؤول التغيير والتطوير في واحده من الشركات العالميه، وبلوجر بينصح الناس ازاي يطوروا من مهاراتهم وشغلهم على السوشيال ميديا. محمود مصطفى، مؤسس صفحه المدير. ازيك يا محمود؟ ازيك، عامله ايه؟ صباح الخير. الحمد لله، كله كويس، كله زي الفل. اول حاجه هسالها لك، ايه هو نوع المحتوى اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا؟ بص، هو نوع المحتوى اللي انا بقدمه في ناس بتسميه المحتوى المفيد، وده المقصود منه ان هو بيدي الناس معلومات او نوع من انواع النصايح. انا بستند لحاجات انا عارفها شخصيا، فبحكم شغلي في شركات عالميه في مجال التسويق وفي مجال الاداره، بتكلم مع الناس على حاجات تساعدهم ازاي يطوروا نفسهم في الشغل، بتكلم معاهم شويه على التسويق، بتكلم معاهم على السوشيال ميديا، وكمان بتكلم على شويه نصايح ازاي نحسن المهارات بتاعتنا، زي الثقه بالنفس، زي الذكاء العاطفي، حاجات ما شابه ذلك يعني. بس دي حاجات ناس كتير قوي بتاخدها من دكاتره كمان، صح؟ صح. انت دارس حاجه معينه تقدر تفيد بيها الناس؟ يعني واخد مثلا شهاده معينه او قاري في حاجات معينه بتساعدك ان انت تساعد الناس بالطريقه دي؟ بصي، انا الاستناد بتاعي دايما للخبره العمليه. 22 سنه في شركات عالميه، مع جنسيات، تعاملت مع جنسيات مختلفه في وظيفات مختلفه، اغلبها في مصر وبعضها كان في الخليج، فبحكم الاحتكاك العملي شايف ان في حاجات عمليه ممكن نبسطها قوي للناس، وده اللي بحاول اعمله في المحتوى بتاعي. فهي مش مبنيه على دراسه قد ما هي مبنيه على خبره عمليه. زي ما بيقولوا كده، اسال مجرب وما تسالش. بالظبط كده. طيب، انت سميت الصفحه بتاعتك المدير، جبت الاسم منين وليه؟ بصي، هو كان في ناس مسمياني على تليفونهم المدير، فعلى طول كل اللي كانوا بيقولوا انت المدير، فكنت باخدها الاول بضحك، وبعدين لقيت ان الاسم ده مناسب عشان اوصف اللي انا بعمله، لان انا مش دكتور. بعض الناس بتفتكر ان انا دكتور نفسي او لايف كوتش، فبحاول اقول للناس يا جماعه انا موظف، وفي خلال وظيفتي اتعلمت الاداره، وبحاول ابقى الشخص اللي ممكن يجيب لكم المعلومه وتثقوا فيه. طيب، ايه نوعيه المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل الشباب اول ما بيبتدوا شغل؟ بصي، بيبقوا حاطين نفسهم تحت ضغط ان هم عايزين يثبتوا نفسهم من اول يوم. اهم حاجه لما تكون داخل على شغل جديد ان انت تفهم الدنيا ماشيه ازاي، مديرك عايز يشتغل معاك ازاي، الناس اللي حواليك بتشتغل ازاي. كل شركه ليها طبيعه، في شركه مثلا شركه عائليه فبتستند قوي على ان الناس تتعامل فيس تو فيس وتتكلم في كل حاجه، وممكن كمان يبقى العواطف فيها بتلعب دور. في شركات تانية مثلا زي الشركات اللي هي بتبقى مدرجه في البورصه، او شركات عالميه ليها سيستم، فبقى ليها جايد لاين تقريه تفهم الشركه دي شغاله ازاي. فاول ما تخش على شغل جديد انت محتاج تفهم المكان اللي انت فيه ايه طبيعته وايه طريقه الشغل، الناس بتحب تشتغل ازاي، ودي بتيجي ان انت تسمع كتير، تفهم الناس اللي حواليك بتقول ايه، تسال كتير، وما تحاولش ان انت تستعجل انك تقول رايك في الاول. يعني تفضل تاخد كده انبوت انبوت انبوت، تسمع اكتر ما تتكلم. بالظبط، لغايه ما يبقى الاوتبوت اللي ممكن تطلعه حاجه كبيره، بدل ما تقول حاجه صغيره النهارده تستنى شويه وتطلع حاجه تكون يعني اكبر واقيم للناس. طيب، بحكم ان انت بتتعامل كتير اكيد مع الشباب على تيك توك، وزي ما احنا قلنا قبل الحلقه، قلت لي دايما معظم الناس اللي بتتابع تيك توك بيكون سنهم اصغر شويه من الناس اللي على بقيه البلاتفورمز على السوشيال ميديا. تفتكر ايه هي المشاكل اللي بتواجه الشباب اصلا عشان يلاقوا شغل، مش اللي بقى بيلاقوها وهم عندهم الشغل اوريدي؟ اوكي. طيب، هو بصي عامه يعني السوق مش في احسن حالاته بصفه عالميه وفي مصر بسبب الكورونا وبسبب حاجات كتير قوي، ومعظم الشغل كمان بقى اونلاين، وبقى في حاجات كتيره اونلاين، وبقى في حاجات كمان ان يعني الماشينز بقت بتحل محل البني ادمين، ففي تغيرات كتير قوي بتحصل في العالم وبتاثر علينا في الاخر في مصر، وبتحصل برضو في مصر. فالبروسيس اولا مش سهل، فالنصيحه الاولى ان احنا نبقى شويه يعني نصبر وناخد وقتنا في الموضوع ده. النصيحه الثانيه ان احنا نعرف المشكله فين. يعني انا دلوقتي السي في بتاعي فيه مشكله، هل انا مثلا لما بودي السي في محدش بيكلمني يبقى السي في هو اللي فيه مشكله. انا مثلا بعد ما بعمل انترفيو محدش بيكلمني يبقى الانترفيو هو اللي فيه المشكله. علشان اعرف المشكله دي محتاج ان انا شويه يعني اسال، مثلا لو انا عملت انترفيو مع حد ولقيت الانترفيو ما مشيش حلو، ممكن اساله ايه الحاجه اللي انا ممكن اطورها المره الجايه. بصراحه مش كل الناس هتجاوبك، بس انت محتاجه تحاولي
يعني تلقطي معلومات من ناس مختلفة لغاية ما تعرفي المشكلة فين. النقطة الثانية ان انا مش لازم كمان ابقى لازم اشتغل في تخصصي. طب انا ممكن اشتغل بره تخصصي الاول وبعد كده اروح لتخصصي، او ممكن اجرب حاجه جديده وابقى شاطر فيها. بالمناسبه وفي ناس كمان بتكون بتحب حاجه معينه وبينجحوا فيها وما بتكونش ليها علاقه خالص بدراستهم. صح، ودي ما بتجيش غير بالتجربه. طبعا انت تجربي حاجات مختلفه. انا خريج محاسبه، ما اشتغلتش محاسبه ولا يوم، اشتغلت وانا في الجامعه في المبيعات وبعد كده في التسويق وكملت بعد كده في التسويق. اوكي بس. طيب انت كمدير لما بيجي لك سي في بتبص على ايه علشان تقول مثلا انا ممكن افكر ان انا عين هذا الشخص؟ غششنا شويه. ده سؤال حلو. طيب اولا بيهمني ان يبقى السي في واضح وسهل، ما تعبش وانا بقراه، لان ده معناه ان الشخص عامه منظم وعارف يعني يعرض نفسه بطريقه منظمه. فعشان كده بنصح الناس ما تروحش لسيفيهات طويله قوي، لان ما حدش بيبص على السيفيهات الطويله. يبقى الكلام اللي فيه واضح. ببص اذا كان الشخص شايف نفسه ازاي، فهل حاطط مثلا حاجه هو شايف ان هو انجزها وازاي هو كاتبها. فدايما الناس تكتب في السيفيهات الحاجات اللي هم انجزوها، اللي بنسميها يعني اتشيفمنتس او ريزلتس، ايه النتائج اللي انت سعيد بيها، وبتفرق قوي النتائج دي. لو مثلا انا بعين مدير فبشوف اذا كان كاتب اي حاجه عن ان هو عمل فريق او عمل تيم، هل هو مركز مع الحته دي، لان ده دوره الاساسي مش بس ان هو يحقق ارقام او يحقق مبيعات. فخلينا مختصرين، خلينا واضحين على قد ما نقدر ونركز على النتائج. دايما في السي في بيحاولوا ان هم يكتبوا صفحات وصفحات عشان يحس ان هو عمل حاجات كتير وكده. انت دلوقتي بتقول خلينا مختصرين جدا. اوكي، يعني لو حد خريج جديد مش مفروض ان يكون السي في بتاعه اكبر من صفحه. لو حد عنده من 0 ل 5 سنين من وجهه نظري صفحتين بالكتير. بالكتير يعني ده اقصى حاجه. اوكي، طب بالنسبه للغات؟ طبعا ممكن بكتب بقى حاجات زي اللغات اللي انا عارفها، زي المهارات بتاعتي، بس لا انا مش عايزه اعرف هم هيكتبوا ايه. انا عايزك تغششني، انا دلوقتي لو بقدم على شغلانه جديده اكتب فيها ايه اللي ممكن يشد انتباه المدير ده علشان يقول والله السي في ده كويس. اوكي، طيب هو لو خريج جديد فهو هيركز على شويه حاجات مختلفه. بمعنى ايه؟ ان هو هيتكلم شويه عن المهارات اللي هو عنده، سواء حاجه اكتسبها مثلا من تدريب. لو اتدرب في شركات لازم يكتب الكلام ده، لان خبره عمليه مهمه. لو انا لسه خريج جديد فانا عملت ايه في فتره الجامعه، لو انا مثلا عملت مشروع مثلا خيري او عملت اي فولنتيرنج، كنت بجمع فلوس بعمل اي نشاط اكتبه. لو عندي نشاط رياضي او تفوق رياضي اكتبه. الحاجات دي مهمه لان انا خريج جديد، فدي انجازاتي اللي انا عملتها، ودي حاجات بتاثر في شخصيتي والناس بتبص عليها، انا شخصيا ببص عليها. فده بالنسبه للخريجين الجدد. بالنسبه ولغات، يعني تحت مهارات برضو لغات. اكيد الناس اللي عندها خبرات فطبعا لازم تكتب الشركات اللي هي اشتغلت فيها وايه الانجازات الرئيسيه اللي هي عملتها فيها، بجانب الحاجات الاساسيه. بس مثلا لو انا عندي 5 سنين خبره، مش معقول مثلا هكتب انا بعرف اتعامل مع الكمبيوتر، لان انا ما بعرفش اتعامل مع الكمبيوتر وبقدم مثلا لشغلانه زي دي، ما كنت بعمل ايه ال5 سنين اللي فاتوا. ففي حاجات بديهيه مش محتاجه تتكتب. لو انا مصري مش محتاج اكتب انا بتكلم عربي، لان انا اكيد بتكلم عربي بالظبط. فاهمه قصدي؟ انا عايزه اقول لك ان انا اول سي في عملته في حياتي، انا فاكره ان انا كتبت الرياضه اللي بلعبها من كتر ما هو كان فاضي، مش عارفه لسه اكتب ايه، لان كنت لسه متخرجه. وناس كتير عايزه اقول لك قالوا لي والله لا دي حاجه كويسه لانها ساعدتني بعد كده. صح 100%، لان الرياضه بتعمل شخصيه، فنوعيه الرياضه هتوضح لي ايه الحاجات اللي ممكن تكون مميزات في حضرتك، وبالتالي ابقى عارف ايه اللي انا ممكن يعني الشخص اللي قدامي عامل ازاي. طيب انا احنا هنستغل وجودك النهارده يا محمود، وهتقول لنا وتقول لمشاهدينا، احنا دلوقتي ابتدينا بيج على الانستجرام مثلا، خلاص الصفحه بتاعت الانستجرام دي بتاعت واحد عايز يكون عنده فولورز كتيره، ايه هي الخطوات اللي هو يعملها علشان يجذب عدد كبير من الفولورز ويبتدي يتعرف؟ طيب هو الهدف بتاع فولورز كتير ده نتيجه، ده مش هدف. اوكي، فهو لازم الاول يحدد هو ايه هدفه من الكونتنت اللي هو بيقدمه. احنا علشان نتفرج على اي حاجه، احنا في الاخر السوشيال ميديا لو هنعرض عليها محتوى، انا عشان اتفرج على المحتوى ده وابقى فولور مثلا لحضرتك، يبقى لازم تضيفي لي اي قيمه. أوكي. سواء كانت قيمه اديوكيشنال، حاجه تعليميه، او ممكن تبقى قيمه انترتينمنت، دي برضو قيمه، حاجه ترفيهيه. فلازم حتى لو كوميدي، في ناس كتير بتتابع حاجات بدمها خفيف والواحد بينبسط لما بيتفرج عليها برضو، يعني بيحسن المود، ودي قيمه بالظبط. انت في الاخر اضفت للشخص ده حاجه كويسه، حاجه حلوه، بالعكس ممكن تكون حاجه اهم كان محتاجها مثلا هو ينبسط في اللحظه دي. فلازم تحدد ايه الهدف بتاعك، ايه القيمه اللي هتضيفها للناس، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعملها بطريقتك، لان خليني اقول لك ان تقريبا كل المعلومات اللي في الدنيا موجوده على السوشيال ميديا، مفيش حد هيطلع وجوجل بالظبط، مفيش حد هيطلع بحاجه جديده. صح، هنلاقي في الاخر 500 مصدر قالوا نفس الكلام قبل كده. اللي بيفرق كونتنت من كونتنت ازاي انا بقدمه، بنسميها السيكريت سوس او الوصفه السريه. يعني الطريقه بتاعتك هي اللي هتخلي الناس تتابعك، فخليك على طبيعتك.
تالت حاجة ان انت لازم تكون بتنبسط وانت بتعمل حاجة دي. ليه؟ لان انت هتعك كتير جدا. اول فيديو لما باجي اشوف اول فيديو انا عملته بقول ايه الوحشة دي، ده اوحش فيديو عملته في حياتي. واحدة واحدة اكيد بتحسن مع الوقت يعني. بالظبط، بتطوري نفسك مع الوقت، ما تركزيش قوي. دي النصيحة الرابعة مع الكواليتي. الكواليتي فيها شوية حاجات بيزكس، إضاءة، ببص لشباك، ميكروفون عشان صوتي يبقى واضح أو يبقى صوتي في مكان هادي عشان ما فيش حاجة تشوش عليه، وبركز أكتر على الكونتنت، المحتوى بتاعي هو اللي بيقول إيه، وشوية شوية بحسن في الكواليتي. طيب أنت قلت لنا أول فيديو كان وحش قوي، أكيد بعد شوية بيتحسن. صح. أول فيديو عملته كان إيه؟ أول فيديو عملته كان عن سن الأربعين، كنت لسه تمام 40 وعملته عن سن الأربعين، وإزاي الواحد بيفكر إن هو ممكن يكون في سن الأربعين ده يعني حاسس إن هو كبر، لكن في نفس الوقت حاسس إن هو اتعلم حاجات كتيرة، وممكن يكون مش أسعد فترات حياته هو صغير، فسن العشرين ممكن يكون قابل مشاكل دلوقتي ما بقتش عنده لأنه اتعلم منها. فده كان أول فيديو. لما باجي أبص على الأداء بقول إزاي أنا نزلت الفيديو ده أصلا. أنت بتكبر وأدائك بيتحسن. بالزبط. أكيد. بالزبط. كان في حاجات وحشة كتير، انتقادات على الفيديو ده في الأول؟ لا، لان هو كان الفيوشيب بتاعه كان قليل جدا، كان حوالي 2000 2001 يعني اول فيديو عملته 2000 ده على فكره رقم برضو. ده كان على يوتيوب. وانا اظن ال2000 دول كان اغلبهم صحابي. اوكي. فهو كان فيه مجامله شويه الى حد ما يعني، فما كانش فيه انتقادات، بالعكس الانتقادات بتزيد لما الفولوينج بتزيد. بتزيد طبعا. طيب خلينا نروح نشوف فيديو ليك ونرجع تاني. يلا بينا. ساميول باكيت وده كاتب معروف عنده مقوله عن الفشل بحبها قوي، بيتكلم ان انت لازم تجرب، فبيقول لك لو جربت وفشلت جرب تاني وافشل تاني، بس افشل احسن، فيل بيتر، لان هو عارف ان عشان تجرب حاجه انت معرض للفشل، لكن الفشل ده هتتعلم منه ومع الوقت هتفشل احسن، يعني هتبقى في طريقك. ممكن تعلق لي على الفيديو ده؟ انا بحبه قوي. هو شكله ظريف جدا، احنا عايزين نعرف عنه اكتر. طيب بصي، هو النقطه المهمه ان احنا بنتعامل ازاي مع الفشل، واحنا ازاي بنشوف الفشل. اول حاجه، هو الفشل من وجهه نظري هو جزء من اي نجاح، يعني اي حد هينجح في حاجه هو اكيد في النص هيفشل في حاجه. بس تعالي نرجع تاني للديفينيشن بمعنى الفشل. انا فشلت في حاجه تختلف عن انا فاشل، دي حاجه كبيره قوي. انا فاشل دي حاجه كبيره قوي. انا من وجهه نظري ان الفاشل هو اللي ما بيحاولش. اللي ما بيحاولش بالظبط، ويقدر يحاول. يعني انا برضو ما نقولش ان في حد مثلا مش قادر يعمل حاجه لقدراته او لاي ظروف عنده او لظروف نفسيه، ده مش هنسميه فاشل. لكن لو هو يقدر وما بيحطش المجهود او استسلم، هو ده من وجهه نظري الفشل. أوكي. اوكي. لكن ان انا افشل في حاجه، وهو ده بقى اللي احنا بيحصل كل يوم وبيحصل كتير جدا، كلنا بنفشل في حاجات كتير قوي، بنفشل في علاقات، بنفشل في حاجات بنعملها في الشغل، بنفشل في حكمنا على حاجات معينه بنكون شايفينها بطريقه وبتحصل بطريقه، فده يعني مش الفشل الوحش، ده الفشل اللي احنا بنتعلم إيجابي منه. انا حبيت اسميه هنا فشل عشان عارف ان الكلمه دي بتخض الناس، والناس معظمهم بيدخلوا يبصوا على الفيديو. برضو اختيار العنوان كان مهم طبعا. بالظبط. فانا عايز اقول ده مش فشل، لان هو جه ساميول باكيت هنا وقال ايه، افشل احسن، وده معناها ان انت من الفشل هتتعلم حاجه وتحسنها. لو انت ما بتتعلمش يبقى انت كده خدت قرار انك تفضل تغلط نفس الغلطه، دي حاجه تانية. لكن لو انت بتغلط في حاجه او بتفشل في حاجه وتتحسن، دي حاجه كويسه. ما تشخصنش، ما تخليهوش هو الشخصانه بتاعه الفشل. يعني ايه، انت انا غلطت في الحاجه الفلانيه، ده مش معناها ان انا غلطان طالما انا مش قاصد اعمل القصه دي، وطالما ان انا بتعلم، فده جزء من ان انا اوصل ان انا انجح في حاجه. طيب السؤال بقى مهم، اكيد كل الناس بتتفرج علينا هتبقى مهتمه بيه، ان اكيد دايما عندنا شخص في الشغل تحس كده الكيمياء مش ماشيه معاه، او تحس ان مديرك سخيف شويه معاك، او تحس ان الباك جراوند بتاعتكم مختلفه، طريقتكم وانتوا بتتكلموا مختلفه. ازاي الواحد يقدر يتعامل مع حد عامل كده معاه في الشغل؟ هو ده طبيعي، وده مش حد، ده كتير. احنا كلنا مختلفين. اكيد. هو اول حاجه ان احنا نغير شويه نظرتنا للاختلاف. هو الاختلاف ممكن يولد حاجه كويسه، يعني لو انا وانت عندنا اراء مختلفه، ممكن بدل ما نطلع برايي او برايك ممكن نطلع برايي تالت يبقى كويس. فاول حاجه ان انا ابص على الاختلاف ده بطريقه ايجابيه، لان هو فعلا ده اللي ممكن يطلع حاجات مختلفه. الناس اللي بتشتغل لو كلهم زي بعض هيطلعوا كل يوم نفس الحاجه. صح. لو مختلفين جايز يطلعوا حاجه مختلفه. فدي اول نقطه. النقطة الثانية، ان اللي بيسهل التعامل بيننا وبين بعض او اللي احنا بنسميه كيمياء، هو نوع من انواع الثقة. والثقة دي بتاخد شوية وقت وبتاخد شوية مجهود. عشان نبني ثقة محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض بوضوح. ما بيحصلش بسهولة قوي، وما بيحصلش من اول يوم، بياخد وقت. والثقة دي بتزيد مع الوقت. أوكي. مع التجارب. صح. جربتيني ولقيت ان انا تقدري تعتمدي عليا، قلت لك حاجة وفعلا عملتها، وهو ده المبدأ الاساسي، ان انا الحاجة اللي بقولها هي اللي بعملها. صح. او ووك ذا توك. فاحاول ابني ثقه بيني وبين الشخص. لما يبقى في ثقه بيني وبينك حتى لو اختلفنا، بنقدر نلاقي يعني حلول.
لكن لما بقاش في ثقة ببقى دي قصدها كذا، دي قالت كذا بس قصدها كذا، ده قصده كذا بس قال كذا، فبنبقى بنقعد بقى نلف حوالين بعض وناخد وقت كتير جدا. فالنقطة المهمة ان احنا نبني ثقة بيننا وبين الناس. في بعض الاحيان بيبقى في بقى صدمات عنيفة وعايزة ان احنا نتكلم فيها، زي ان انا مديري بيقول لي حاجة وانا مش فاهمها ومضايقاني ومأثرة على شغلي، في الحالة دي انا محتاج اعمل نوع من انواع المصارحة، ان انا اقعد واتكلم معاه. فالمصارحة دي بيبقى في حاجة مهمة قوي ان انا اعملها، وهي اختيار الكلمات. انا حاسس ان انت متضايق مني، غير انت بتضايقني، انت بتضايقني، انا كده خليتها بيرسونال، خليتها شخصية جدا واتهام. لكن انا حاسس ان انت متضايق مني، ده احساسي، انا حر في احساسي واحساسي هو اللي انا حاسه، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط. فبستخدم شوية كلمات، بستخدم شوية امثلة، حصل في اليوم الفلاني ان انت قلت لي كذا كذا وده اللي اداني الانطباع ده، كل ده بيسهل الحاجات دي. انا عايزه اقول لك ان كمان الكلام ده بينفع مش بس في الشغل، يعني بين الصحاب، بين المتجوزين، بين اي حد، ان احنا نحاول نفهم اللي قدامنا وان احنا ننقي الكلمات، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، بتساعد كتير قوي ان يحصل كوميونيكيشن او تواصل بين الشخصين او الفردين 100%. طيب خلينا نروح نشوف فيديو كمان ونرجع. يلا بينا. ازاي نبطل نقارن نفسنا بحد سابقنا؟ احنا ما نعرفش كل حاجه عنه، وما نعرفش هو مر بايه لحد ما وصل للنجاح ده. الاهم انك تقارن نفسك بنفسك، كنت فين وبقيت فين. طيب الثقه بالنفس، ازاي نعزز ثقتنا بنفسنا؟ بص، الثقه بالنفس بتيجي من حاجات كتيره. هو اول حاجه ان احنا بقى عارفين ان مفيش حاجه اسمها واحد واثق من نفسه في كل حاجه بيعملها. احنا بنبقى واثقين من نفسنا في الحاجات اللي احنا اتدربنا عليها. حضرتك بتقفي قدام الكاميرا كتير فواثقه من نفسك وانت بتعملي البرنامج ده. انا مثلا ما بقفش قدام الكاميرا كتير، فالموضوع بالنسبه لي هيكون مش سهل زي ما هو بالنسبه لك. فكل ما الشخص بيتدرب على حاجه كل ما بيبقى احسن فيها، دي اول نقطه. فانا بتدرب على الحاجه اللي انا عايز ابقى واثق من نفسي فيها، وببقى عارف ان كلنا مش يعني كل واحد بيبقاش واثق من نفسه في كل حاجه. مظبوط. تاني حاجه، اتقبل ان انا عندي مميزات وعندي عيوب. اكيد انا بني ادم وبالتالي عندي مميزات وفي شويه حاجات انا شغال على تطويرها وهي عيوبي. تالت حاجه، اتقبل فكره ان انا ممكن اغلط في حاجه وان انا ممكن اترفض في حاجه، ممكن اطلب حاجه طلب ما يناسبكيش، ده مش معناه ان انا وحش وما يقللش ثقتي في نفسي، بس ده معناه ان الطلب ده في الوقت ده ما كانش مناسب. ففي شويه حاجات لو فكرت فيها هتساعدني ان انا ازود ثقتي في نفسي، بس يمكن اهمها ان انا اتدرب على الحاجه اللي انا عايز ابقى واثق من نفسي فيها. بشكرك جدا يا محمود على وجودك معانا النهارده، ويا رب كل الناس اللي بتتفرج علينا تستفيد جدا من اللي انت قلته، وميرسي على المحتوى المفيد اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا. ميرسي جدا، ميرسي، انا انبسطت جدا. وبكده حلقتنا خلصت، ما تنسوش تتابعوا كل فقرات البرنامج على صفحتنا على التواصل الاجتماعي، ونشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. باي باي.